القانون بيقول، برنامج إذاعي للرد على استفساراتكم القانونية يذاع على الصفحة الرسمية للنقابة العامة لمحامين مصر. جريمة الامتناع العمدي عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي. الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث جريمة لها عدة أركان يجب توفرها من أجل شروع المتضررين في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقهم في الميراث. وقد نصت المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تجاوز 100,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين. واشترط لإقامة تلك الدعوة وجود تركة للمورث أو الميراث ذاته، أن تكون التركة أو الميراث تحت يد أحد الورثة وفي حيازته، أن يمتنع هذا الحائز للميراث عن التسليم لمن له حق الإرث، ويثبت امتناع الحائز للتركة عن إعطاء الميراث للمستحقين للورثة عن طريق إنذار يوجه من المتضرر إلى واضع اليد على التركة، على أن يوضح في ذلك الإنذار الحصة الميراثية المطالب بها على وجه التحديد. والمستندات المطلوبة حال رفع هذه الدعوة: إعلام شرعي للمورث المتوفي، سند ملكية المورث للتركة، ما يفيد حيازة الممتنع عن تسليم التركة، وحكم ريع أو فرز وتجنيب أو عقد قسم رضائي بين جميع الورثة أو عقد مسجل في الشهر العقاري أو حكم تسليم أو أي حكم يدل على وجود حصة مفرزة للمدعي بالحق المدني، والإنذار الموجه من المضرور للممتنع عن التسليم. ودي باختصار جريمة الامتناع العمدي عن تسليم أحد الورثة لنصيبه الشرعي والإجراءات القانونية المتبعة في ذلك. في النهاية نتقبل كافة استفساراتكم القانونية على وعد بالرد عليها في أقرب وقت. كان معكم تامر صادق المحامي بالنقد.